الجو حار والحرارة مرتفعة جدا، وليس عندكم الكليماتيزور أو المكيف في المنزل. لا سلام رؤوسكم شنو وأجسامكم تتفور تعلم بالصاد، وفقك الله. وليس عندكم كما قلت لكم المكيف، فليس الجميع عنده إمكانية شراء المكيف. وسوف أعطيكم هذه الطريقة الفعالة، سوف تخلي غرفتكم يعني مبردة جدا. فهاتي فقط شبكة مثل هذه الشبكة الخضر، فسوف أعطيكم طريقتين وسوف تختارون الأفضل والأنسب لكم. فتابعي مع الفيديو حتى الأخيرة، ولا تنسوا دعمي بتشجيع بلايك بجيم أو لايك في القناة، وتفعيل زر صابوني إذا كنتم من غير الصابونيين عندي. وتابعوا معي الآن، كل ما نحتاجه كما قلت لكم هي هذه الشبكة وهذه البرمة. لماذا اخترت البرمة؟ صديق ما كملتش لينا، هضرنا الصاد. المرأة صعبة، شو حالك تماك؟ كنت نروح دابا على هذا اشوح له دم. يا الله تقاي من حلتي هذا بعد. شو هذا الكارسون هذا اللي لاصق لي هنا؟ معلق من كارسونه. الله يلا حاس بك اخويا، ناري عتق هذا مرة مزير ما يتفرق كده. شدك اخويا شدك تما يا لطيف يا لطيف، يا ربي جيتي واحد يعتق مسكين. ناري ناري لا حصل لا حصل. هو والله الا معلق من كارسون. شتي هو انت شوف شوف مزير معاك دابا. هو مسكين واقيلا كان جاي ينقز هذاك الكرياج، هو يوحل تما وحليه كارسون تما بقى محلق منه. باش نعرف ضويصه شكون هي بعدا ضويصه هادي، شكون علاقة عندها مع دنيا فاطمة؟ ما عرفنا دابا. هادي هي واقيلا اللي قالت لي راه خاني معاها وديك اللي كتمتي لي الحامضة. هاد خونا هو عارف هادشي في التصوير والمونتاج، ما عندي ما نقول. الله يعلم بالتيليفون داكشي عاد شوف كيطلع فيديو واعر. الله يعلم ما عندي ما نقول. الو عندنا موشي ماشي ديال الهلو هادي. عاقب فيه ماشي ديال الهلو عاقب فيه عاقب غريب الهلو. صافا بغيتو الحقيقة مولا مرا وحدة هجان مولا جوجات يا الله درفان، ومولا ثلاثة تزوج جواج الحلال، ومولا أربعة ربح البطونة. راه كاين اللي عندو مرا، وكاين اللي عندو مرمرا، وكاين اللي مدقوق ليه المسمار تاع العشرة في العنقرة. الرباح تبارك الله عليك عمي الحاج، بلي وقيلا الحاج مجوج ربعة ديال العيالات، داكشي علاش يقول لنا بحال هكا. ما تقولش لي هذا هو العريس، واش هذا زعما هو العريس اللي جاي يخطب؟ شوف اللبس اللي لابسو، واش هذا دخل السينما ولا ما فهمتش؟ الناس ملي كيجيو يخطبو راه كلبسو شي حاجة كلاس، شي حاجة زوينة. شوف واش لابس هو، تبرديلة و السروال طالع عليه حتى الركبة. شي الله يلا شي يجري في شكال انا وحق الله. اول مره كنشوف انا الديكور بحال هكا، العريس داخل بسروال طالع حتى للركبه و سبرجيله. انا جاني في شكل هادشي والله، انت جاني في شكل بالله وحق الله العظيم. الانسان ملي تيبغي يتزوج ولا ملي تيبغي يخطب راه كيمشي كيحسن، كيمشي للحمام، كيلبس شي حاجه نعم سيدي زويونه، شي حاجه كلاس، شي كومبلي ولا شي حاجه، المهم تليق بهذيك المناسبه اللي غادي ليها. وانت جاي يا صاحبي بسروال ديال الجين ولا مع السروال قصيره صاحبي حتى للركبه، وجاي بقى من جا وسبرجيله بحال بحال داخل عند شي صاحبك ولا شي حاجه، ولا داخل شي صحراء ولا. وهاد الناس كيدخلوا للصحراء تلقاهم لابسين الكلاس وداك الشيء هو هذاك. والله الا
علاش ماشي في شكل واحد طلع هو المره شوف الديكور هذا هذا يجري عليا ما يقلك لي والو هذا والله الا انا متعجب قالك ما نمت في المغرب لا تستغرب والله الا العجب وحق الله عباد الله شوفوا العباد خارج من الكاتريم وتتخلص الزباله الفلوس ومسكين اللي عنده الباك تاع بطاطا على قلب ايوا شفت لها هادي هذا هو المغرب اخوتي هذا هو المغرب حط بلي شحال حط بلي زدو طار رجلي طار انت ما عرفتش بغيت دير شي ديبلوم ولا شي شهاده الله يهديك المشروع ديالك هكا احسن ليك ما عندك ما دير بشي وظيفه ولا بشي زمر هذاك المشروع ديالك راه احسن ليك كاع خدام حر ديال راسك مصور مصاريف تبارك الله ولا نعلم واش يخدم مع شي حد واحد الله العظيم هذه الكلمه المهمه ان ينصركم الله ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان ينصركم الله فلا غالب لكم ما كاين والو الحمد لله ما كاين لا خيانه زوجيه لا كاين والو هذا هو المهم عندنا احنا في كل طبعا عاش المغرب وعاش سيدنا هو يا مؤمن خذوا كامله مجموعه الناس اللي ما فهموش الناس اللي ما فهموش جمهور اللي تقفك شنو تقول لي كنتاسف لواحد الدرجه ما تقدروش تصوروها على قبل لافير ديال الكراندي توتو من ناحيه انه عمرني كنت نتمنى على انه الامور وهذه القضيه هذه توصل للدرجه الكراندي توتو كنعرفوا الناس اللي تشكاو من الكراندي توتو كنعرف منهم الاغلبيه ما كنتش باغي وما كنتش كنتمنى كمنشط اذاعي كانسان انه الامور توصل لهذه الدرجه هذه الله يصوب الامور جميع ما عندي ما نقول في هذا لافير لانه القديم ما بين يد العداله ما بين يد وكيل الملك والشرطه القضائيه ان شاء الله تدوز طريفه على الجميع والله يصوب الامور والله يدير شي تاويل الخير صراحه والله ما بغينا ليه الحبس ولكني خاصو يتربى يعني ماشي يتربى بانه يدخل الحبس ولا شي حاجه بحال قلت لي تقرصوا لي ودنين باش ما يبقاش يزيد في هذا الشيء اللي كيدير نعم حمزه انا يلاه غدار بدا واخا بقى معنا واحد دقيقه الاسم الكريم اسم اخويا ديالي عبد الصمد عبد الصمد انت متاكد بلي غتجيب لك الاسم ديالك ولا ضروري راه حب الطفوله اخويا الحبيب راه الدريسه راه شي شحال من عام كيفاش راه قلت لك شحال من عام راه مدرسي على يدي فهمتيني يعني الا غلطات صافي المدام راه لا لا يلاه راه مانع على يدي صافي سلام مولانا مرحبا شوف شنو كاين واتقنا الصفر لكن جيب لي خلاص انا كنت تصدمتي بالي شكرا بخير ما كنا مش كاتبين تقنيه وسيط فريق دمنا المسابقه المسابقه يعني الحمله الجميله وكنا نقول لك ماشي ديال بوليس ضروري تسمى شي حاجه في حياتك انت كنت منسى الاسم ديالك واخا كنت هي خويا ما عنديش الوقت نتخرج غادي نخدم شكون هذا ما تسيب دمنا المسابقه راه بحنا واخا كنت هي دابا انت منسى الاسم ديالك باش حتى انت غادي تاخذ ديال ما عندكش ناس خاطئ على الاسم ديالك لا واحد اللي كان فيها شي حاجه ما عندكش خاطئ نعم نعم يلا غدار بدا واخا بقى معنا واحد دقيقه الاخر تصدموا بين ما عندكش قال لك كتسمعك حمزه اخويا سرق عاود عاود تقول له قول له تعاود قول له تعاود شنو قلتي لي الاسم حمزه تصدمك هاد حمزه فين تيسكن هاد حمزه في ويسلان واش حنت شي ويا نعم خوما ياك يعوضك الله يعوضك الله دابا جيك الله دابا يجيب لك الله محسن من هنا المهم انا ندوز لك حمزه انا ندوز لك حمزه الو الو حبيبه حبيبه ديالي ولا حبيبه ديال حمزه ما عرفت التصل ديالها انا بغيتي شكون هاد حمزه هذا زوينين وحمد الله وحمد الله اللي هاد اللقطه هادي ما درتيهاش وانت حدايا حيت كنت نقدر فهمتيني كنت نقدر ندير شي حاجه اللي غنندم عليها حياتي وضيع لي فيها حياتي والله تلاقيني انا اللي تلاقيتيني راه انا اللي غادي نسرحك انا اللي غادي نسرحك غيدوك التسريح
الا تلاقيتيني دابا ولا عاود تخرجت فيك. سمعي نقول لك واحد جوج هضرات. سمعي اكثر ما تهضري، نقول لك واحد جوج هضرات ليك ولاي وحده بحالك، حيت انت بحالك حشومه عليهم يقولوا عليهم ولاد بنات الناس. باش نكونوا واضحين، تيبقى بنادم تيشوفوا بنات راه في الفيديوهات ديالهم تيشوفوا بنات تيبقاو يبكيو وكذا، وتيبقى فينا الحال وتنقولوا لا حشومه ما لقاوش الرجال وكذا، ولكن راه كيف ما تيقولوا راه كاين اللي لقات راجل وهي ماشي بنت الناس. وحمد الله شوفي اش غادي نقول لك، سالي عند هاد حمزه هذا الثلاث شهور هذه يعيش. اسمعي غادي نقول لك واحد جوج هضرات زوينين، وغادي تقلبي عليا وغادي دير راسك بحال ما عمرك عرفتيني. الله ياخذ فيك الحق، سمعي الله ياخذ فيك الحق، اللهم لك الحمد. انا تنبقى راجل انت اللي تتبقاي وليا، اما انا راجل انتم راه منكم بزاف، حنا اللي قلال في هاد البلاد والرجال اللي قلال. المهم خوتي وصلنا لاخر الفيديو، كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم، الى عجبكم ديروا لايك بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، ولا كنتي من الابطال وبقيتي حتى لهاد الدقيقه هادي ما تنساش تشوف هاد الفيديو هذا وشوف هاد الفيديو هذا واشترك معك في القناه. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر. السلام عليكم.